هذه بالطبع مثل ما ذكرت معي في اللحظات حارس فريق بنياس فهد الظنحاني. فهد، اعتقد نقطة ايجابية لكم اليوم من ملعب الجزيرة واستمرار فريق بنياس انه في صحيح التعادلات لكنه ما يخسر. صحيح، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بحب ابارك للفريق صراحة على النقطة الطيبة رغم الاجواء الحارة، واحب اشكر الجماهير اللي حضر الصراحة يعطيه العافية. حاولنا من الشوط الاول ان ما يسجل على الجول، فمثل ما شفت الجزيرة فريق كبير، حاولنا ضيعنا فرص، بس الحمد لله يعني صراحة احنا كلاعيبة راضية صراحة المردود اللي قايمين فيها الفترة هذه، ونتمنى ان شاء الله ان نواصل طبعا بالنقاط الايجابيه، واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع صراحه. واحب اشكر اخواني اللاعبين اللي يعطيهم صراحه الف عافيه على هالمجهودات رغم الطقس هذا الحار، بس الحمد لله نقطه ايجابيه خارج ملعبك. نجحتوا يمكن في تضييق المساحات على فريق الجزيره، رغم ذلك كان في محاولات هجوميه من علي مبخوت والخلفان، ولكن دفاع البنياس كان له دور، وايضا فهد ايضا كان له دور في الخروج بهذه النتيجه. والله هو شيء مثل ما تعرف فريق الجزيره فريق كبير، الكابتن علي مبخوت ما شاء الله عليه وما يحتاج يعني الواحد يقول عنه، حاولنا ان نغلق المساحات، فالحمد لله توفقنا توفيق من الله، ومثل ما قلت لك مجهود اللاعبين يعني يعطيهم العافيه، والحمد لله القادم افضل ان شاء الله. الحلو فهد في بنياس انه على الهدفين ردت فعل سريعه للفريق، الهدف الاول تعادلته بسرعه، كذلك الهدف الثاني يحسب للفريق هذا انك ترجع بسرعه شخصيه للفريق. يعني شو ابرز ما يكون يقول لكم اياه المدرب ان الفريق ما يتاثر بهدف ورده فعل تكون سريعه؟ والله المدرب قال لنا صراحه اي فريق كبير عليكم ان تحترمونه، وبس ان تلعبون بدون خوف بدون ضغوطات، ويعني عقد ما تقدرون تسجلون، فحاولنا الحمد لله توفقنا، ومثل ما قلت لك القادم افضل ان شاء الله، ونتمنى ان نواصل ما نوقف في هالثلاث نقاط، نبغي نقاط مثل ما تعرف الدوري هالسنه صراحه وايد صعب، والفرق ما شاء الله عليه كل فريق هالسنه يؤدي بشكل ايجابي، ونتمنى ان شاء الله الفترات القادمه تخبرنا ان شاء الله النقاط، ونستمر ان شاء الله في المشوار هذا. بالتوفيق حبيبي، يعطيك العافيه.